شكرا للفنان الجميل احمد الصادق والفرقه الموسيقيه، وقطارنا يمضي بكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشره الى مساحات العافيه في القانون وفي المعرفه بكثير جدا من التفاصيل القانونيه. حياه مهمه جدا وهي ثقافه مهمه جدا عبر هذه الفقره. أنا أسعد جدا أنه يكون معي الأستاذ الخبير القانوني أستاذ عماد الدين جلجان. أهلا بك أستاذ عماد، وسعيدين جدا بك في صباح الشروق بعد غيبة طبعا. مرحبا بك حسام، مرحبا بك كثير جدا، مرحبا بكل مشاهدي الشروق، ورجعنا لكم ورجعنا إلى ديارنا، والعودة عدنا والعودة أحمد. العودة أحمد. مرحبا مرحبا بك. والعودة عماد اليوم إن شاء الله. مرحبا بك إن شاء الله حسام، مرحبا. أهلا بك. تشرفنا كثير. أهلا بك كثير، إن شاء الله من خلال أيضا صباح الشروق من خلال هذا اليوم هنحاول أنه تكون معنا عدد من الاتصالات والتواصل مع غرف الطوارئ في مختلف الأماكن في وطن الحبيب السودان. نسأل الله أنه يرفع عنا البلاء، والبلاد تعيش في وضع طوارئ، كل يعلم ذلك. نسأل الله الصحة والسلامة ودوام العافية لكل الناس، ويرفع أيضا الضرر عن الذين تضرروا. الآن ينضم إلي الأستاذ عثمان البولوك من غرف طوارئ الكلاكلة. أهلا بك أستاذ عثمان، صباح الخير. طبعا وعليكم السلام، حبيك، سعيدين جدا بك عبر قناة الشروق وصباح الشروق على الهواء مباشرة. وفي غرفة طوارئ الكلاكلة نريد أن نقف من خلالك على أبرز المستجدات والحال الآن والصورة الآن ضعنا فيها. في زيادة في سود النيل من امبارح، وحاليا في زياده عموما في حوجه عاجله وماسه جدا للشوالات وشوالات خيش او بلاستيك وتراب بالنيات. بالضبط. في حاجه دي متوقع زياده لحد يوم 14/9. حاليا في جزء كبير من المنازل في انهيارات تامه وفي انهيارات جزئيه للمنازل. في مناطق القبة الشمال، القبة الجنوب، الشبيح العقبيين، المعشر، الشبيلاب، الجبل، دي كلها فيها انهيارات، في انهيار تام يعني منزل بيتهدم كامل، في انهيارات جزئية. ده كله بسبب تماطل من السلطة التنفيذية بشكلها الولاية والمحلي، أو بالأخص محلية جبل أولية، بما إنها بتورد نص ميزانية السودان تقريبا ولا ما اعرف شنو، لكن في تماطل منها هي بالتحديد المتمثله في السلطه التنفيذيه المحليه جبل اولياء، سواء بنيه تحتيه او صحه او دفاع مدني. السلطه التنفيذيه تابعة للمحليه جبل اولياء، الخطا منها الاشكال منها هم كله. طيب كان ظهر. نعم ايوه. طيب ظهر شنو؟ تفضل واصل. ظهر السيد برهان رئيس المجلس الانتقالي في بداية الحيوانات، جات قيم وتوزعت عن طريق الضباط، لكن ما حتنفع انت جايب لي قيم قماش. احنا مشكلتنا انه ده فيضان، ثاني حاجة هي لسه الخريف ما انتهى، لازم دايرين قيم مشمعات على الاقل تساوي الناس دي في المطر، ثاني حاجة ما قدموا أي حاجة سوى الخيم. حاليا احنا قاعد تدعمنا منظمات ومبادرات بتاع الشباب سواء هنا في السودان او بالخارج، مع التعاون مع تجمع السودانيين بالخارج ومبادرات ميرسي مبور ومسيره كلاكلات ومسيره عموما يعني. لحد الان الوضع الان في احصاء لعدد المنازل اللي تضررت؟ الاحصائيات هنا ما ثابته، لان دائما بيكون في تحديث يوميا، الصباح بيكون في تحديث لانه المنازل بتكون اصلا غرقانه. يعني لسه زي ما انت ذكرت في ارتفاع في مناسيب النيل، لسه الامور ماشيه الى الاسوء يعني. تحديث سيء للاسوء. ايوه. جميل. طيب شكل التفاعل من المنظمات، انت قلت في منظمات واقفه معانا وفي مجهود من الشباب، بعض الشباب ولجان المقاومه، فشكل التفاعل ده كيف؟ وهل هو بقدم الحاجه الكافيه؟ والله انا شايف انه هم دعمونا بالحيل عندهم، يعني في النهايه ده شغل سلطه تنفيذيه ومحليات. ما وصلت كله يا عثمان، المحليات اصلا ما وصلتكم؟ نحن قدمنا خطابات لطلب ردميات وشوالات من شهر 4، عشان عارفين ان احنا بيحصل شنو في البلد، لانه احنا سكان منطقه وعارفين اللي بيحصل شنو. صح. خطابات لطلب ردميات
وشوالات من شهر 4. طيب. ما يتعاملوا معنا، جا المدير التنفيذي الجديد ما يتعامل، اعتصمنا في المحليه على الاقل قلنا يجينا زول يختمنا، يعني تم تشكيل الاداري بتاعهم، يعني يا دوب الليله المدير التنفيذي الجديد حيبعث الشغل. هي حتى دي مرحله اولى، يعني احنا نسيطر على كل الاضرار الموجوده او الاضرار اللي حتكون في، طالما في متوقع لسه ارتفاع في مناسيب النيل. حتى بعدك عاوزين نتكلم عن مرحله جايه يمكن عثمان البلو، انه ازاله الضرر، يعني بعد النيل يرجع لوضعه الطبيعي والمناسيب ترجع لوضعها الطبيعي، ازاله الضرر محاولة اعاده اعمار الناس اللي تضرروا. لكن بالكلام او بالطريقه اللي انت بتتكلم عنها الان، هي الصوره شويه كده غامضه، يعني ما بتبشرنا انه احنا نتحدث عن ازاله الضرر. ما ده الوضع الحاصل يعني في مؤسسه محليه الدوله، لان هي اصلا ما بتحاول تتعاون مع الناس، واللي هي اصلا ما تقدم حاجه لمواطن المنطقه. طيب غير المحليه، يعني حكومه الولايه ما في اي زول منها وصلكم؟ والله حكومة الولاية ما عارفة، كان مدير مكتب الوالي وصل للاعتصام على اساس انه حيغير لهم في الهيكل بتاع المحلية، على اساس انه المحلية تقدر تتجاوب مع الشباب وسكان المنطقة المحلية اللي هو مفترض يكون عندها آلياتها وعندها حركاتها وعندها معرفة المعرفه بما يدور في المنطقه. الان نكرر، انت ذكرت الحوجه العاجله للشوالات، خلينا نختتم انه نحن محتاجين لشنو مره ثانيه وسريعا في ختام هذا اللقاء. محتاجين شوالات، رميات، اسعافات الاوليه لغرفه، عندنا غرفه بتاع الطوارئ الطبيه متجوله. طيب. والمواد التمويليه. طيب بالنسبه لمراكز الايواء، تمت فيها ادلاء المواطنين من مناطقهم على الشريط النيلي. نعم. شكرا عثمان البلوك من طوارئ مناسيب النيل بالكلاكله، شكرا لك، ونتمنى لكم يعني التوفيق من خلال هذا المجهود الكبير، والحديث دائما عن ازاله الضرر ان شاء الله، وتكون في مقدره قادمه للسيطره على مناسيب النيل. شكرا لك.